إذا هون بدنا نحكي هلا عن البامب سيلكشن. ناخذ أول خطوة. أول خطوة بدنا نطلع السيلكت الأكتويتر. اللي هو راح يكون يا إما هيدروليك موتور أو هيدروليك موتور أو سيلندر بيست اون لود. يعني بدك تدرس شو هو اللود اللي احنا بدنا نحركه، شو اللود اللي بدنا نشغله، بدنا نرفع شيء ننزله نحركه افقيا، قديش اللود قديش قيمة الهاي فورس المطلوبة تطلع بتشوف. هلا ثاني شيء بيجي معنا تشيك فلو ريت. هلا طبق ما في خطوة واحدة صعبة سهل اني اعملها وما تأثرش على الخطوات الثانية، فرح تكون هاي عملية ايش بنسميها باللغة؟ إيتراتيف. من وين اجت كلمة إيتراتيف؟ سمعتوا بكلمة إيتريشنز. إيتريشنز يعني مرات يمكن أعمل أربع خمس إيتريشنز، أمشي في النهاية وأرد أرجع، أمشي في النهاية وأرد أعدل وأغير وأظبط وأرفع رقم وأغيره لحد ما أوصل، فاهمين؟ ما في رح تخلص خطوة من هون وخلص أثبتها وأنتقل للخطوة الثانية، رح أكون لأنه الفلو ريت بأثر على البريشر، والبريشر بأثر على الفيلوسيتي تبعت السلندر، مظبوط؟ كلهم هذول مرتبطين ببعض. فلازم نتاكد نشوف ايش الشيء الصحيح اللي فبصير عندي هلا هون ديتيرن فلو ريت ريكوايرمنتس. بنطلع على الفلو ريت وطبعا هذا بياثر على الديستنس. مثلا اذا كان سلندر راح ياثر على الديستنس او ستروك. هلا كمان لازم نطلع على السيستم بريشر. شوف السيستم بريشر والاسرار الفلو ريت والسيستم بريشر والاكشويتر. واذا عندي سلندر الاريا تبعت السلندر رح بطلبها في البريشر رح تعطيني فورس، فبدي افهم الفورس من هون. هدول الثلاثه كلهم مرتبطين ارتباط بسيط ببعض. هلا هون رح ابدا افكر اذا عندي بامب رح يكون في لها برايم موفر. فاذا عندي هون هيدروليك بامب بدها تعمل فلويد، في رح يكون في لها هون سلندر وفي عندي هون برايم موفر مثلا محرك، هذا رح نسميه برايم موفر. فبدي افكر هون سبيد سيلكت، شو السبيد المناسبه؟ اند برايم موفر. شفتوا قبل شوي لما طلعنا في الكتر بيلر ايش كان البوسيبل برايم موفرز؟ كان في تو اوبشنز، كان ممكن يكون عندي انترنال كومبستشن انجن وبالحاله هاي كان ديزل، او كان اي سي سكوريل كيج اندكشن. اوكي هي مثال هون ايش البرايم موفر المناسب، يمكن البرايم موفر يحدد او يمكن تقول في هذا المكان مستحيل يكون عندي كهرباء، مضطر اني استخدم انترنال كومبستشن انجن، او في عندي كهرباء متوفر راح احطها محرك وهو راح يكون البرايم موفر، او بدي احط هذا المحرك واحيانا ابدل مثلا حسب ايش الابلكيشن اللي موجوده بنقرر شو البرايم موفر، شو السرعه اللي بعطيني اياها، شو رينج السرعات اللي بنحكي عنها خصوصا البوزيتيف ديسبيسمنت. متذكرين من الجدول هذا؟ اطلع لي على الجدول، شو كان رينج السبيد اللي كنا نحكي عنها؟ 1000 1500 1200 مضبوط؟ فهي رينج السرعات اللي بنحكي عنهم 1000 1200 1500 ار بي ام. فهي السرعات مهمه لانه هاي السرعات بدنا نفكر فيها نشوف كيف بتاثر. هلا بنشوف البامب تايب. هلا زي ما حكيت لكم هو نفس الشيء هون، ما ذاكر على الاطلاق الدايناميك، هو كانه عماله بيحكي عن الفلويد باور سيستمز. فبقول هون بتختار بدك جير بدك فين بدك بيستون او بدك كونستنت ديسبيسمنت فيربل ديسبيسمنت. اوكي هاي كلها الديسيجنز بتصير عند النقطه هاي. بس المفروض يحط البادجت بالكريتيريا. هلا اخر شيء بحط الكوست. هلا ممكن انت من حاله واقعيه تيجي تقول الكوست هذا خيالي اللي طلعناه هون، بدي ارجع اقول لا انا ما بقدر لانه الكوست مين كان اعلى الكوست؟ اظن عندكم هون كان محطوط كيلو وات، كان اعلى شيء البيستون، بس البيستون اعلى افشنسي احسن. هلا في بعض الاحيان ممكن اقول انا ما بقدر اي كانت افورد البيستون هاي بامب لانها غاليه، بدي اضطر احط مثلا جير بامب حسب الابلكيشن. النويز بدخل هلا كمان النقطه السادسه، النويز السادسه ولا السابعه النويز؟ السابعه النويز والثامنه الكوست. هلا برجع للسته، بس الساعه بدك تاخذ النويز بعين الاعتبار.
والنويز راح يجي من اكثر المكان. اذا عندك انترنال كومبستشن انجن فصار النويز راح يجي من الانترنال كومبستشن انجن ومن البامب. سكورل كيج اندكشن موتور يكون النويز تبعه اقل، راح يغطي عليه نويز البامب نفسها. الجير كم دي بي كانت مثلا البيستون؟ كم دي بي اي نويز كان يعطيني ولا مش موجوده بالجدول هذا؟ كانت اظن 70، كان في جدول من الجداول اعطتهم 70 او 60. فبدك تصير تطلع على النويز هون تقول مثلا 60 دي بي اي 70 60 كانت مش هيك؟ 60 ل 80 60 ل 80 اوكي. فهون بدك تطلع تشوف 60 ل 80 دي بي اي مثلا النويز، هل هذا مقبول ولا مش مقبول؟ وين المنطقه اللي بدك تحط فيها البامب؟ وهل اذا منطقه صناعيه مقبول النويز العادي؟ اذا كان هاي البامب بدي استعملها في مكان مثلا في شوروم مثلا كار شوروم، فاهمين علي شو قصدي؟ ما دخلت في معرض سيارات ما بدي نويز يكون عالي، كان البامب بدي بامب تكون مور سايلنت، ما بدناش نطلع نويز عالي، مكاتب في جنب مكاتب او شيء زي هيك، حسب النويز بدك تاخذ هذا بعين الاعتبار. متذكرين الديسيبل والاي ايش رمز لايش الاي؟ بنقول اللي هي كيف الاذن تسمع الناس. فهذا الرقم معدل بحيث انه ياخذ بعين الاعتبار بنسميه سوفومتريكلي ويتد. الاي هاي بتاخذ بعين الاعتبار كيف الاذن هاو ات بيرسيفز هاو هيومنز بيرسيف ذا نويز. اذا هون بدنا ناخذ اشياء زي النويز، كمان هورس باور بدنا ناخذ الهورس باور يعني الباور ريتنج. ايش الباور ريتنج؟ هل بقدر اجيب سبلاي مناسب لهي الباور ريتنج؟ كمان بدي اخذ هل بدي هيت اكسشينجر؟ ليش بدي هيت اكسشينجر؟ عشان ايش اعمل؟ ايش بعمل الهيت اكسشينجر؟ بدي اخذ الحراره بيطلعها من الفلويد، طب ليش الفلويد هذا راح تزيد حرارته؟ فريكشن بسيط وتربلنس واشياء زي هيك. ففي عندي هذا الزيت راح يبدا يحمى، الزيت اللي عمال بستعمله في السيستم هون راح يبدا يحمى. بعد مع الوقت لازم اتخلص من هاي الحراره، بستعمل هيت اكسشينجر. هيت اكسشينجر وظيفته ينقل الحراره بدون ما ينقل الماده، فاهمين؟ اوكي، ما راح ياخذ الزيت ويطلعه، بده يضل الزيت موجود، بس الهيت اكسشينجر وظيفته انه يعمل اكسشينج للهيت زي اسمه، بده يطلع الهيت من هذا ويبرده. يطلع الهيت بدنا نشوف ايش الاشياء المطلوبه. النقطة السادسة هي الريزرفوار. الزيت هذا بده الريزرفوار في له مكان بدنا نحط فيه، في بايبنج راح يصير. فالريزرفوار ايش يعني الخزان تبع الزيت؟ ريزرفوار. البلومينج ممكن كمان يكون عندي فلترز وسترينر، ها؟ متذكرين كلمة سترينر؟ فلترز وسترينر، ففي عندي سترينر هون اللي بدها تصفي الزيت وتصير الشوائب منه، ممكن يكون في عندي فلترز كمان هون والفلترز عشان الفلترز المينتننس كمان اخذها بعين الاعتبار هون. المينتننس شيدجول مينتننس، هي السؤال اللي سالت عنه يا خالد. مينتننس المينتننس اسمها شيدجول او بلاند مينتننس. البلاند مينتننس في جداول معينه لازم اعمل هاي المينتننس، فبنسميها بلاند بريفنتيف مينتننس. بلاند بريفنتيف، بريفنتيف ليش؟ بريفنتيف انها بدها تمنع العطل قبل ما يصير. بلان بريفنتيف هي ما بستنى العطل لا يصير، المفروض يكون في عندي جدول مينتننس بالاشياء المحدده المطلوبه حسب الفريكونسيز. ما بعمل كل شيء كل مره، بس الاشياء اللي بدها شغل اكثر بحطها على فترات اطول، بس رح تاخذ وقت اكثر للصيانه. والنقطه الثامنه هي الكوست. اوفر اول كوست فلاحظوا هذا بامبنج سيستم مش بامب. شوف من ايش بتكون البامبنج سيستم. في البامب نفسها هذه جزء واحد، بس في كمان غير البامب نفسها في البرايم موفر. وين حكينا عن البرايم موفر؟ هي هون حكينا عن البرايم موفر. في عندي ريزرفوار، في عندي بلانينج البايبس، في سترينر، في ريزرفوار بده ياخذ هذا يكون موجود هون، هيت اكسشينجر، سيستم كامل، سيستم كامل. فالكوست السيستم مش بس الكوست تبع البامب، كل الاشياء الثانيه. وطبعا الزيت نفسه وتغيير الزيت نفسه والفلترز هذول بدهم يتغيروا بالفتره. بدي اجي اطلع على الفلتر هذا بقول مثلا كل 20,000 ساعه، او ممكن اقول ما تغيروه انت تطلع عليه ويوكزامن وتشوف انه هل بحاجه لتغيير ولا لا، مضبوط؟ هاي بتصير ليفلز المينتننس المختلفه. اوكي، اطفيها على ثالث.